Ik heb een paar. Doe ik er al op een bordje? Zijn we genoeg bordjes? هانتوما ما شاء الله نشوف حد صغيرة حلها معكم بسم الله. هانتوما ما شاء الله. اذا حريشات حليوات كما بغيتو تسميوهم. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما قلتش لكم انا وصلت دابا للمدرسه. هاد الحريشات ها هما يا خليتهم عريانين حيت باقي سخان كما قلت لكم. هزت معايا غير الماء وهزيت هادو، ما هزيتش اليوم الادوات. علاش؟ حيت اليوم عندنا سالينا الموديل الاول وقالت لينا كنشوفهم ها هما هازين اللي كيقراو معايا. دابا ندور لكم الكاميرا. كما قلت لكم اليوم سالينا الموديل الاول واليوم غنشوفوا فيلم باش نحتفلوا. غادي نشوفوا واحد الفيلم ديال زعما بحال السينما حيت بزينين زعما كيجم كي 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 اش كيقولوا ليها كيقتصدوا. اذا ما نمشيش للسينما ولا المسرح، غادي نتفرجوا غير في القسم فقط. اذا هاد الجروب شاركت معكم واحد مره ولا جوج. هاد الجروب اكثريه ما كيديروش بحسابي، قليل كيديروا بحسابي كيتفكروني. اذا حتى انا ما درتش معهم شي مجهود هاد السنه. ماشي على شي حاجه، كل واحد خيره في دارو، ولكن كتشوفي الواحد اللي كيدير بحسابك كل واحد ما كيديرش بحسابك. السيلياكيين غادي يفهموني علاش كنهضر. اذا انا غادي نشوف دابا درت هادو بدون جلوتين، راه ما هما شوفوا شوفوا راه ما هازين داكشي. دابا نصور لكم ما عرفت كيبان لكم ولا لا ما عرفتش اش بانوا لكم ولا لا. اللي كيقراو معايا قلت لكم انا اصغر وحده فيهم. تاكل معكم شحال مره القسم، ما عرفتش شفتوه ولا لا. شحال مره كنبدا كنقرا الانجليزيه كما كتعرفوا، وكنوبه كان اما كتكون معلمه حملات جوج معلمات حملوا شويه كورونا شويه هادي ما كنكملوش العام سبحان الله. اذا يكون خير ان شاء الله. غادي نشوفهم تاني دابا واش داروا بحسابي ولا لا، وغنشارك معكم اشنو جابوا. اذا من بعد ها انتما نشوف نحاول ندير شي تصويره بحال هكا. اذا يكون خير. يلا غنزل دابا وغنطلع وغنشوف نشارك معكم شويه الاجواء. يلا بقاو معايا. السلام عليكم، غنبداو على بركه الله. درت هنا واحد البيضه، غندير شويه ديال الملح، هنايا عبرت ثلاثه الكيسان غربلتها ديال الذره. ها نتوما راه تقريبا رقيقه، بغيتو نتوما ديروا شويه اللي غليظه ممكن ديروها. غادي ندير كاس لاروب ديال الزيت، او نصف كاس ما غاديش نكثر. ها نتوما ما كملتش هذاك الزيت كامل، نقص منه شويه. هنا ها نتوما تقريبا كاس لاروب، نص كاس فيت شويه كاس العنبه. دائما نخلط هذا الشيء. راني مجربه معكم شحال من حرشه ومشاركاها معكم في القناه. اذا هذه كتجي حريشه حريشات او حليوات. انا غادي نحلي بالعسل، ما بغيتش ندير ماش ندير السكر. اذا غندير واحد الكميه ديال العسل وجامد عندنا، تعرفوا راه الثلج اللي داز والبرد، نقولوا تقريبا معلقه كبيره. ها انتم معلقه ونصف ديال العسل، نخلطه هو الاول هنا باش نسيت كندور درتو شويه في سخنتو، لكن معليش غنحاول معاه حتى يذوب. عندكم يوغورت صغير ديرو، انا عندي ديال كيلو خديت منه، هذا راه مسوس طبيعي.
اختياري انا بغيت نسمها بشويه النافع والجلجلان. نتوما ما كتبغيوهش ولا ما كيبغيوش وليداتكم ما ديروش. غندير 15 غرام ديال الخميره الحلويات مع واحد فاني. كذلك بغيت نسمها بالكوك حتى هو كيعجبني. غادي ندير واحد جوج معالق ديال الكوك بحال هكا. انا كيعجبني الكوك في الكيك وفي المذاق تاع الكوك كيعجبني. تا هو ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه وديروا كلشي غير ذره. هنا قلت لكم درت ثلاثه الكيسان ولكن انا غنشوف شحال غتهز معايا الخليط كيفاش غادي يكون. ثلاثه الكيسان ديال العنبه اللي غربلت هنايا. غنبقى نزيد القوام شويه بشويه باش كتعرفوا كيما الدقيق كيما الذره، راه كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. بغيتو ديروها بالسميد ديال القمح راه تقدر تهز معكم حتى لربعة الكيسان، تاني على حسب حجم البيض. هانتوما راه قريبة تجمع دابا. انا غنزيد كلشي. اذا دابا راه درت ثلاثة، سمحوا لي على التقرقيب. نسيت ما غديش ديال البلاستيك. صافي غنخليها بحال هكا، غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق نشوفها الا تجمعات. ملي غادا تشرب ان شاء الله راني غادي نرجع معكم. هانتوما صافي غنغطيها ونخليها ترتاح شويه ونرجع. صافي خليتها ارتاحت واحد شويه. ها الخليط شويه جمع راسو، باقا شويه جري، ولكن كما كتعرفوا السميده ديالنا ديال الذره راها كتكون خفيفه. اذا شعلت الفران يسخن وغادي نكورها دابا. غادي نشوف واش نديرها في الدقيق في الكوك ولا بلاش. المهم هي كتكور. غادي ندهن يدي يمكن بالزيت باش ما تلصقش ليا ولا بالماء. صافي دهنت شويه يدي بالزيت وغادي نحاول نكورها. بغيتو ديرهم كبار غنديرهم كبار صغار نتوما حسب اللي بغيتو. نحاول نقادها كما كتعرفوا راها جاريه. صافي نبقى هذا بحال هكا وغنديرها في الفران 180 درجه الفوق والتحت وغتشوفوا الشكل النهائي معايا. ما بغيتش نغامر بقى جاريه، رجعت هذوك الكرات اللي بديت، ولكن غاديه نزيدها واحد شويه دقيق. هذا زدت واحد المعلقه دابا تاع الكوك، غنزيد شويه تاع الذره نخلطها وغادي نرجع معكم. غنزيد واحد معلقه انتما داك شويه تاع الكوك اللي زدت ومعلقه ديال الذره، غادي نخلطها وغادي نبدا نكور. تديه ليا في الفران، اما الا كانوا قوالب راه ماشي مشكل ولا في كويطات، ولكن فران وهي باقا شويه جاريه خرجتها للبيع وانا ما صايبهاش غير ليا. هانتوما غادي تشوفوا فين غادي نديها. هانتوما دابا مزيانه بحال هكا. ممكن ديروها في الكوك او ترشوا عليها شويه الكوك، ممكن تخليوها هكاك. صافي بحال هكا
حتى نكمل الكميه اللي عندي. صافي ها هما شي درتو بالكوك، رشيتو بالكوك من الفوق، وشي وحدين لا اختلاف الاذواق. ها انتم تبارك الله خرجتهم في الران، ريحه زوينه. ها انتم تشقوا، واخا راني طيبتهم عادي، شوفوا الجلجلان الكوك ما شاء الله. قلت لكم طيبتهم عادي، ما زعما ماشي درت لهم الفوق هو الاول العدد تاعها، هما تجمروا ما شاء الله، اللهم بارك. اذا شي حاجه اقتصاديه زوينه صحيه بدون جلوتين، جربوها لوليداتكم وتديروها هكا. المهم انا قريب لي الوقت، درت شي كبير شي صغير، كما كتعرفوا الاوروبيين كيبقاو هما كياكلوا السكر، ولكن ملي كدير لهم شي حاجه كيبداو يقولوا بزاف يا السكر، حاجه كبيره هذه صغيره. هما راه كياكلوا فيها لا كريم فيها. ها انتما ما شاء الله تفصيل كبير، مقادير بسيطه، كنتمنى تجربوا ان شاء الله. بغيتوا تجربوا هادو او الاخرين اللي في القناه مرحبا بكم. بغيت نفتح معكم وحده، نفتحها بلاتي. ها انتما ما شاء الله، نشوف حد صغيره نحلها معكم. بسم الله، هانتوما ما شاء الله. اذا حريشات حليوات كما بغيتو تسميوهم، قلت لكم انا غنديو معايا هنايا، واخا باقي سخان، فرش هاد الورق. هانتوما تبارك الله شو شحال من حبه، ما حسبتهمش ولكن راهم كتار وكبار الحبات، جوج ربعة ستة تمنية عشرة اتناش ربعة ستاش 18 حبة اللي خرجت هاد الكمية. هنا طلعت كنشوف بعدا هاد ورا مكتوبه فيهم بدون جلوتين، ومع ذلك الاستاذه قالت راني جبتهم، وفي الاخر غادي نسولها نقول لها واش عرفت بان راه فيهم بدون جلوتين ولا لا. هادو بقى ما عرفتش، هاد وافلز لي غوفر كتقولوا ليهم واش بدون جلوتين ولا لا. المهم انا غير كنصور، ولكن هادو حيت ها انتم ها اللوغو، هادو ديال هيما، هي ما جابت بزاف هاد الحوايج ديال المهم بدون جلوتين. هادو تقريبا تاع الرز، ولكن ما غامرتش ما كليتش منهم. هادشي اللي جابو هما، شي جاب هذاك هادي. صورت ثاني لبناتي باش نتاكد، قلت لهم واش مسموحه، قال لي مسموحه واش الشكل حيت ما فيهاش الكحول خاليه صافا، قالوا لي تقدر تشربيها كل يوم بلاتي. المهم حتى سولت زوينه، هذه مره ثانيه كنشربها معاهم بحال عصير. خلاتها بنتي قالت لي واش غير الفورما ديال القرعه خلعاتك، قالت لي كديري فيهم حتى زيت العود، ما نشربوش زيت العود. المهم كان كل شيء تقريبا بالجلوتين ما عدا الشيبس، كانت و الشيبس والقليه، الشيبس والقليه كما قلت لكم. وسولت الاستاذه قالت لي لا راني نسكن شاريه الحلوى ونسيتها في الدار، اذا مشيت في ساعه للمحل وشريت هذه، ولكن قالت لي قلت لي راه تاكليها، وقالت لي قلت لها لا راه غير عندي الزهر، اما راه كل شيء اللي فيها بابريكا ديال الطماطم او الكاتشب ممكن يكون فيها الجلوتين. عجبت. المهم دوزنا عشيه زوينه وعجبوهم الحريشات، كنتمنى تجربوهم.